هذا من المستعان. السلام عليكم. بس خليك هنا. زود المتهمين بالدفتر والقلم. كل من يحتاج زودوه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا الله يا معين. بسم الله الرحمن الرحيم. السيد رئيس المحكمة المحترم، السلام عليكم. أشكر السيد رئيس المحكمة الأعضاء على استمرار الإجراءات بحضورنا باعتبارنا ممثلين قانونيين عنه، كما أرجو السماح للسيد رمزي كلارك للتحدث في موضوع أمن المحامين. مع التقدير. ستستمر المحكمة في إجراءاتها وستحيط المتهم علما بما تم في غيابه، بما سيتم في غيابه من المتهم موكلك، أقصد المتهم صدام حسين، وستحيطه المحكمة علما بما سيتم في غيابه من الإجراءات عملا بأحكام المادة 158 من قانون الأصول والمحاكمات الجزائية. وبشأن طلبكم المقدم إلينا وطلبك الآن المؤكد عليه، المحكمة ترى أن تعقد معكم جلسة خارج اجتماعا، جلسة خارج جلسة المحاكمة، طالما إن المسألة تتعلق بالإجراءات الأمنية للمحامين، وستعقد معكم اجتماعا بعد انتهاء جلسات المرافعة لهذا اليوم. نادي على الشاهد. واو مشتكي. المشتكي وراء. المشتكي وراء.
الباب. واو واو. بعد الدفع اطلب جنسية. هناك مصحف أمامك، الآن تحلف اليمين. خلي وضع إيدك على المصحف. بسم الله الرحمن الرحيم، قول معي. أقسم بالله أن أشهد بالصدق كله ولا أقول إلا الحق. والله تفضل تكلم عن شكواك وعن الحادث وما شاهدته وما تعرفه عنها وعلى أن لا تخرج من موضوع الدعوة، يعني عن موضوع الشكوى اللي هي متعلقة بقضية الدجال. فتفضل سيد رئيس المحكمة. ولو تتفضل شوية تتقرب من حتى يسمعوا. سيد رئيس المحكمة الصالح حضور، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام. بيوم 8/7 عام 2008 احنا كنا بالبيت، سمعنا اطلاقات ناريه كثيفه بشكل بالدجال، فخفنا نطلع الشارع لان الرمي عشوائي على كل الاتجاهات، فظلت الناس محصوره بيوتها. احنا البيت ما موجود، ما قدرنا نطلع برا. بعد تقريب ساعة هيك شيء، فترة ما ضابط الزمن بالوقت بالضبط، دخلت قوات على البيوت، هجمت، عزلت الزمن بحد والنساء بحد، سحبوا العالم كلها بالشارع. اللي الشارع اللي أنا موجود فيه جمعونا بدماء الشارع أكو صاحة، جمعونا كنا قاعدين فيه، فأخذونا السيارات وللفرقة الحزبية. ادخل اسمك وين تسكن ورقم بابك مثلا الحي اللي انت فيه واطلع. رجعنا لبيت النار، احنا بها فتره في الصيام رمضان، ضغط الفطور جو علي البيت، جو عسكر ما اعرفهم بس من منطقتنا واحد وياهم اسمع عدنان اسماعيل توفى. اريد فلان والدي قال موجود، اخذوني قال 10 دقائق حجي ورجع لك، اخذوني الفرقه شد عيوني باب البيت واخذوني الفرقه. دخلنا الفرقه بس الصايح مال الناس كتل بالناس، يعني مجموعه ويدخلون لا هيك شيء صارين رياض، فما تعرف انت رجلي عيوني فوت من راجدي من الدفه من البصات. وصلنا السرعة اللي خليت اسمك وانطيتهم اسمي، بعد ما انطيتهم اسمي واحد الكتب على المتهم برزان سألها قال له هذا شلون يعني، قال له اخبر استفاد عندك.